وصفة تنفع أو يمكن ألقى حاجة تشفع أو تخفف الجرح القديم. بهذه الروعة وبذات التداعي نتواصل برفقتكم نحن وأنتم وظلال الأصيل، الفنون وتداعياتها وتأثيرها على النفس، وكيف يمكن أن تدعم الصحافة هذا الجانب بصفتها مخلداً ومشكلاً للوجدان السوداني. أسعد جداً أن أرحب بضيفي الأول في ظلال الأصيل الصحفي والإعلامي محمد البحاري. مرحب بك حبابك عشرة، منورنا في ظلال الأصيل وفي قناة الشروق الفضائية. مرحب بك يا نزار، وأنا سعيد والله بهذه الإطلالة، وسعيد أكون معكم اليوم في ظلال الأصيل، وأحيي كل متابعي قناة الشروق، وأنا سعيد جدا بهذا الود الذي يجمع بيني وبين قناة الشروق. حبابك عشرة. أستاذ محمد، نحن افتتحنا بتباريح الهوى، ولعله عندك علاقة خاصة مع هذه الأغنية وأكثر من رابط، نقف عليها واحدة واحدة. أنا والله صراحة هي مش الأغنية، أنا علاقتي الوجدانية جميلة جدا بالفنان محمد مرغني، وأول فنان استمعت له هو الفنان محمد مرغني. وصراحة قبل ما يعني تتفتح المشاعر والأحاسيس كان بتعجبني الأدائية اللي فيها قمة من الإحساس للفنان محمد مرغني، وبعد ما كبرت مداركنا بعد ذاك هو بقى الفنان الأول بالنسبة لي أستاذ محمد مرغني، ربنا يديه الصحة والعافية. أما تباريح الهوى فيجمعني بها ود، وخاصة هي ألحان الأستاذ الراحل محمد سراج الدين، وهو كان رئيس دار الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى، وهي الأب الروحي بالنسبة لنا في دار الخرطوم جنوب، وهو كان الرئيس في الفترة القريبة، يعني هو توفى قبل سنة وشوية. وأنا بعتبر محمد سراج الدين هو يملك كثير جدا من الإحساس، وخاصة في هذه الأغنية تباريح الهوى، ولي فيها يعني قصص وقصص. يمكن الأغنية ثلاثية، جمعت يعني مثلث الروايع الثلاثة، أيوة. الكلمة الجميلة واللحن الجميل والأداء الأجمل بالتأكيد. ما بين التجاني حاج موسى ومحمد سراج الدين ومحمد مرغني. نعم. قلت أنه محمد مرغني، وضحت أنه علاقتك الوجدانية به وعلاقتك الخاصة به. نشوف ملحن الأغنية محمد سراج الدين أيضا كان بتربطك به علاقة. أي بالتأكيد، أنا زي ما قلت لك طبعا أنا أنتمي لدار الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى، وهي وجدانيا أيضا شكلت فيها الكثير في مجال الإعلام الفني. والأستاذ محمد سراج الدين هو كان رئيس دار الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى، وتجمعني به وبالدار كثير من الجلسات الجميلة والذكريات الحميمة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يرحمه، ومن هنا برضو بحيي أسرته الكريمة بكل الحب وبكل التقدير. يعني ليه اخترت اسم عمودك الصحفي يكون تباريح الهوى؟ والله اولا تباريح الهوى هي اغنيه حميمه جدا بالنسبه لي، وفيها كثير من الشجن وفيها كثير من التطريب، وزي ما قلت هي جمعت بين الثلاثي يعني حاج موسى ومحمد مرغني والراحل محمد سراج الدين، ونسبه لحب الكبير لهذه الاغنيه لذلك جاء اختياري لها لتكون عمود تباريح الهوى. هل بتعتقد انه ما تكتبه يدخل ضمن مضمون هذا المعنى تباريح الهوى؟ والله تباريح هي بكل تاكيد، لكن طبعا الصحافه الفنيه احيانا يعني تحتاج منك تكتب في جانب مفارق لهذه الكلمات ولهذا اللحن، لذلك العمود الصحفي لا يكون مقيد بوجدانيات معينه، يعني حسب الحاله الراهنه لما تريد أن تكتبه يعني. طيب نرجع بك شوية للقرية الجديدة الثورة، نتكلم عنها وعن بيئتها وعن تأثيرها في تكوينك. والله أولا أنا أحيي كل أهالي الجديدة الثورة، ويا نزار جديدة الثورة هي مجموعة من القرى، طبعا هي يمكن تكون 5 قرى للناس اللي ما بيعرفوها. الجديدة الثورة 1، الجديدة الثورة 2، والجديدة الثورة 3. الجديدة الثورة 2 فيها 3 قرى. أنا من الجديد الثورة 3 عمران، وأحيي بكل الحب أهلي في الجديد الثورة 3 عمران، وهي شهدت بدايات تكويني الإعلامي منذ نعومة الأظافر
بقرية تجديد الثورة، وأنا من هنا خليني أحييهم فردا فردا وأبعث لهم تحياتي في هذا المساء الجميل. نحييهم، وخلينا برضو نتكلم عن الشخصيات اللي قدمتها لجديد الثورة بكل تفرعاتها. والله قرية تجديد الثورة 3 هي قرية فيها كثير جدا من الإبداع، وفيها كثير جدا من المتعلمين، وفيها كثير جدا من الصفات الجميلة التي يحملها أهل جديد الثورة، ويكفيهم فخرا أنهم قرية متماسكة وقرية متحدة وقرية بالواضح كذا وبالمعنى الواضح فيها كثير من المجاملات الاجتماعية، وهم يقدرون الأشخاص وهم يقدرون بعضهم البعض. في مقدمة حديثك تكلمت عن دار الخرطوم جنوب، تكلم برضو عن ارتباطك بهذه الدار وماذا أضافت لك من حيث التجارب والخبرات والمعارف. والله أنا بعتقد زي ما قلت لك في بداية الحوار، الخرطوم جنوب هي الأب الروحي بالنسبة لتكويني الإعلامي والفني، لأنه خرطوم جنوب أنا صراحة وجدت فيها يعني ما لم أجده في أي بؤرة تانية أو موقع تاني. والخرطوم جنوب هي، أنا بحيي كل أعضاء الخرطوم جنوب الذين يمثلون لنا يعني أخوة ويمثلون لنا روابط اجتماعية غير الفنية يعني. فأنا يمكن جل زمني أقضيه بدار الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى، ومن هنا أحييهم كل الأعضاء وخاصة إدارة دار الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى. جميل. أستاذ محمد، ليه اخترت الصحافة الفنية دونا عن بقية ضروب الصحافة؟ والله يا نزار هذا السؤال فخ مش كده؟ أنا يعني كثير ناس بيسألوني بيقولي أنت اخترت الصحافة الفنية ليه؟ أو ليه ما بتكتب في السياسة؟ وقاعد أقول لهم صراحة أنا كتابتي في السياسة أنا يمكن يكون لسه وقتها ما حان يعني. ليس لدي مانع في أن أكتب في السياسة، لكن أجد نفسي في الصحافة الفنية، وكثير جدا أكون سعيد بالصحافة الفنية أكثر من السياسة، والسياسة زي ما تعرف تعقيداتها أكبر وتعقيداتها أكثر يعني. يعني اخترت الصحافة الفنية لقربها ليك ولا لأنه درب السياسة شائك؟ والله ممكن تقول الثانية دي درب السياسة شائك، لكن أجد نفسي كثيرا في الفن وأجد نفسي في الصحافة الفنية بصفة أكبر يعني، لكن ليس لدي مانع أن أكتب في السياسة يعني. جميل. طيب، بيشكي كثير من الصحفيين بأنه مهنة الصحافة الآن هي في محنة وأقرب للزوال، السبب شنو؟ والله ده تطور التقنية زار، ده شيء طبيعي لتطور الهائل لمواقع الميديا يعني، خاصة من الصحافة الورقية بصفة القديمة يعني، لكن هي مش نحن ممكن نقول لزوال خالص يعني، لكن تطورت الصحافة الآن صحافة الموبايل هي المسيطرة، لكن الصحافة الورقية ممكن نقول إلى زوال أو ممكن دورة تراجع كثير جداً، وهذا شيء طبيعي للتطور. يعني مسألة مواكبة، هي ما قادره تواكب التقدم التقني؟ بالعكس، الصحافة الورقية أي حاليا أي صحيفة عندها موقع إلكتروني وعندها صحيفة إلكترونية موازية للصحيفة الورقية. طيب السؤال عن محنة الصحافة، شنو السبب؟ هي نحن ما نسميها محنة يعني زار، ده ما تطور طبيعي، أنت بعد ذاك كإدارة للصحيفة وكصحفي لازم تواكب، هي دي مش محنة يعني، الموضوع ما محنة، الموضوع تطور طبيعي جدا للتطور الإلكتروني اللي حصل الآن، لكل صحفي ولكل صحيفة لابد أن تواكب هذا التطور أو تكون تعرض برا الحلبة يعني. يعني أنت شايف أنه الآن الصحافة بأفضل عافية وصحتها وتعيش أفضل أيام؟ والله شوف يا نزار، أسهل حاليا اللي تكلمت لك عن العمود الصحفي الآن أنا لا من أنشر عمودي على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك تحديداً، بلقى تفاعل كبير جداً، زمان ما بتلقى التفاعل ده يعني، زمان الصحافة اتجاه واحد لازم تمشي تشتري الصحيفة وتجي تقراها وبتاع، لكن الآن من خلال الفيسبوك ممكن يقرأ لك العمود، ممكن يتفاعل معك وممكن يديك رأيه، زمان لو دار يديك رأيه طبعاً بيكون الموضوع صعب جداً إلا مراسلة وإلا كده، لكن الآن فوري ممكن يديك رأيه وممكن تتفاعل معه وممكن تتناقش معه على أي موقع في السوشيال ميديا. طيب أستاذ محمد، ده تطور يعني، ده يعني واحدة من الحاجات اللي بتواجهكم أنتم كصحفيين فنيين، البعض بيصف الصحافة الفنية بأنها صحافة غير متخصصة،
قدم لنا مرافعتك في هذا الشأن. والله أنا بقول لك الصحافة الفنية هي صحافة مظلومة. مظلومة. مظلومة أيوة. من منو؟ مظلومة من حتى من الصحفيين. الصحفيين دائما ما قاعدين يميلوا للصحافة الفنية. عرفتها؟ لأنه ممكن دوره في المجتمع أقل من الصحافة السياسية. لكن الآن ممكن نقول على التطور بتاع السوشيال ميديا ومواقع الميديا، ممكن أنت كصحفي فني ممكن تساهم برضو في 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 الميديا بصحافتك الفنية. لكن حتى من الصحف الصحافة الفنية ممكن تكون مظلومة، لأنه أصلا ما في جريدة في السودان كله، ما في جريدة صحيفة فنية متخصصة. ممكن تكون في صفحات في 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 الجرائد اليومية، لكن ما في صحيفة فنية متخصصة الآن. عرفتها؟ لكن أنا بعتبر إنه الصحفيين نفسهم ما مهتمين كثير جدا بالصحافة الفنية. ممكن تلقى مئات الصحفيين في مجال السياسة وفي مجال الاجتماعي، لكن في الصحافة الفنية ما موجودين. يعني على من يقع العبء؟ على الدولة أم على الصحفيين أم على ملاك الصحافة؟ والله هي أنا بعتقد إنه ملاك الصحافة أيضا هو هم اللي قلصوا دور الصحافة الفنية. بتعتقد باعتبار إنه بيعملوها كنوع أو كجانب من أنواع العمل؟ هو طبعا العمل الفني ده ما بيعتبروه نوع من الترفيه. لذلك الاهتمام به أقل، ما زي الصحافة الفنية السياسية كده. دائما الناس بتتلقف للأخبار السياسية أكثر من الأخبار الفنية. لكن أنا بعتقد إنه الآن مفهوم الصحافة الفنية بدأ يتغير يعني، وهذا شيء طبيعي برضو، لأنه يعني التطور بيشمل كل الصحافة يعني، إذا كانت سياسية أو إذا كانت فنية أو إذا كانت اجتماعية. وملاك الصحف الآن يعني أنا أعتقد إنه هم ما مهتمين يعني، يمكن بعض الصحف اللي عندها صفحات فنية ما مهتمة بالجانب الفني كما ينبغي يعني. برضو بيقودنا لسؤال مهم جدا، وهو هل تقوم الصفحات الفنية بدور كامل تجاه الفنون في السودان؟ بالتأكيد في تقصير طبعا، لأنه الآن في حركة فنية كبيرة. إذا كان أخذنا جانب الدرامي، نحن دائما بنربط الصحافة الفنية بالفن والموسيقى والغناء وكذا، لكن أبدا يعني إذا كان تحدثنا عن الجانب الدرامي، يعني السودان الآن يشهد طفرة درامية وعلى المستوى السينمائي. أيوة على المستوى السينمائي. يعني ناسا نحن تكلمنا عن واحد بس من الممثلين السودانيين، تحدثنا عن الفنان الراقي الجميل الدكتور محمود ميسر السراج. يعني الليلة يمكن يكون قاعد له قريب سنة أو سنة وشوية في جمهورية مصر الشقيقة، وأفلام ومسلسلات، ده إنجاز يعني. عندنا مفاز بشرى أيضا ساهمت حاليا في عدة مسلسلات في الأمارات وكذا، في طفرة درامية. لكن لأن الصحافة الفنية غايبة، لذلك ما قاعد نسلط الضوء على مثل هذه الإبداعات يعني. أيضا يعني أستاذ محمد، تلعب الصحافة الفنية دور مهم جدا في تقويم الفنون والنقد البناء لتشكيل الوجدان السوداني، لأن الوجدان السوداني يتشكل عبر عدد من المحاور، منها مثلا الفنون، السينما، المسرح، الغناء، الموسيقى وغيره يعني. فدور النقد وتقويم الفنون في السودان أعتقد برضو بيقع على عاتقكم أنتم كعاملين في مجال الصحافة الفنية. هي المشكلة يا نزار أنه نحن الشعب السوداني نظرتنا للفنون نظرة انتقادية بحتة طبعا. يعني العمل قبل ما نكمله لآخره طوالي النقد بيجيك في وقته طوالي، وده ظلم طبعا للمبدعين يا نزار. نحن مفروض نقيم العمل، إذا كان فني إذا كان درامي، كله نقيم تقييم شامل، ونشوف وين المحاسن ونشوف وين المساوي. ما في عمل مكتمل طبعا، لكن نحن دائما بننظر للمبدعين نظرة انتقادية، إذا كان على العمل الدرامي أو إذا كان العمل الفني. ونحن دائما يعني بننظر للماضي يعني. أسا أي فنان في حالة مقارنة ودي مشكلة كبيرة جدا يعني. أنا لك فنان شاب دار أقدم أعمالي، من الصعب جدا يسمعوا علي ذاته، وطوال خدتني في مقارنة مع عثمان حسين ومع محمد اللمين ومع إبراهيم عوض ومع بعركي ومع مين. وأنا نظرتي أنا كصحفي فني، الإبداع السوداني ما يتوقف عن هؤلاء يعني. بالرغم احترامنا اليوم وقدموا يعني شجن، وقدموا غنى جميل، وقدموا ألحان جميلة، لكن لابد أنه تعاقب الأجيال ده لابد منه.
جميل. على سيرة الغنى الجميل، نحن نهديك ونهدي كل السادة المشاهدين مشاهدي ظلال الأصيل لحن من الراحل المقيم عبد الرحمن عبد الله، ونعود نتواصل في ظلال الأصيل. أهلا بكم جميعا. Thank you.
الخطبة أهلا ومرحبا بكم من جديد. ظلال الأصيل نتواصل. كنا وقد توقفنا قبل اللحن الماضي مع ضيفي داخل استوديو الإعلامي محمد البحاري والصحفي الفني عن أدوار الصحافة الفنية والحديث عن ما يمكن أن تقوم به الصحافة الفنية من أدوار في تقويم وتشكيل الوجدان السوداني من خلال ما تقدمه من نقد بناء. مرحبا بكم من جديد أستاذ محمد. ونواصل ما انقطع من حديث في موضوع أدوار الصحافة الفنية التي يمكن أن تقوم بها. دور الصحافة الفنية هو دور متعدد ودور كبير, ونحن دائما قاعدين ننظر للنقد بأنه هو النقد يعني بيفتش للحاجة العيوب العيوب وكذا, لكن أبدا إحنا ممكن النقد الفني ده بالذات ممكن يسلط الضوء على مبدعين الناس ما عارفهم مثلا, يظهر محاسن ممكن يظهر محاسن ويمكن يعالج مشاكل المبدعين يعني ذار اللي بيعانوا منها يوميا عندنا في السودان. المبدع صراحة يعني ما لاقي حظه من الاهتمام, محاصر من أكثر محاصر منها. محاصر بضيق العيش ومحاصر بالإهمال ومحاصر بكثير من المشاكل اللي هي نحن نطمح يعني في الصحافة الفنية إنه نعالج مثل هذه الإشكالات للمبدعين بصفة عامة. يعني أنا ما بتكلم عن المبدع الفنان, بتكلم عن الدرامي, بتكلم عن الشاعر, بتكلم عن الملحن, بتكلم كل ضروب الإبداع. طيب أستاذ محمد, أيضا واحدة من الأدوار المهمة التي تقع على عاتق الصحافة الفنية هي التذكير بالمبدعين وعرض ما قدموا من أعمال, ذلك الاهتمام بالإرث الثقافي والوجداني للأمة وتقديم النصح والإرشاد للمبدعين بصورة عامة والاهتمام بما يمكن أن يقدم للإنسان وللبلد بصورة عامة. دي أدوار كبيرة جدا بتقع على عاتق الصحافة الفنية الآن. يعني عدد عندنا عدد من الأعمال الفنية الكبيرة سواء كان على مستوى الدراما أو على مستوى السينما وحتى على مستوى الفنون اتعرفت على مستوى الوطن العربي ونحن لسه داخليا ما عرفنا بها كويس. بالتأكيد, وده دور الصحافة الفنية. نحن إذا كان تحدثنا عن المبدعين
في مجال الدراما. الكاتب الكاتب القصة هو ذاته مبدع، والمخرج هو مبدع، وانت يا استاذ نزار ايضا مبدع لانك زول بتاع سيناريست يعني ما شاء الله عليك يعني، وعندك اعمال الناس بيعرفوك كمذيع. احنا كصحافه فنيه مقصرين في حقك برضه، المفروض الناس تعرفك ابداعاتك الثانيه، بتعرف السيناريو، بتعرف الاشياء دي، ده كلها على عاتق الصحافه الفنيه. والسودان مليء، انا صراحه اقول بالفم المليان، السودان مليء بالمبدعين، لكن ضيق الصحافه الفنيه وعدم اهتمام الصحفيين ذاتهم بالتخصص في الصحافة الفنية هو قلل من الإشراقات بتاعة المبدعين، وقلل من معرفة الناس بالمبدعين. وأنا ما بقول لك نحن مقصرين، لكن مفهومنا ذاته للصحافة الفنية ومفهومنا وعملنا داخل مجتمع الشعب فيه كله ناقد، ودائما نحن المؤسف قاعدين ننظر لمبدعينا في الجوانب السلبية ما قاعدين ننظر للجوانب الإيجابية. يعني الآن لو في أي مبدع قصر في حاجة معينة السوشيال ميديا تضج، يعني يوم كلها تهاجمه بالنقد، لكن لو في زول قدم حاجة جميلة تلقى الاهتمام ضعيف جدا، وده شيء مؤسف يا نزار. طيب يعني بنفس القدر ده بيقودنا لنقطة مهمة جدا عشان ناخد يدنا على مواطن الخلل يعني. أيوة أيوة. طيب السبب شنو أو الإشكالية بالضبط وين؟ طول ما أنت الآن مثلا من العاملين في الصحافة الفنية، سراج الدين مصطفى منتج هذه الحلقة من العاملين في الصحافة الفنية، كلكم عندكم قضية واحدة، وأعتقد يعني معظم العاملين في الصحافة الفنية بينظروا لمواطن الخلل وعارفين أنها يا هذه مواطن الخلل، وربما عارفين حتى شكل المعالجات. يبقى وين الإشكالية بالضبط عشان الناس تعرف الإشكالية؟ أنا أوريك الإشكالية وين يعني. أول حاجة نحن بنتعامل مع مجتمع الآن، يمكن الفنون مرات يقول لك ده كلام فارغ ساي صح؟ عادي يعني، ممكن تلقى زول أقول له والله أنا ماشي الاستوديو عندي تسجيل، أقول لك أنت لسه مع الشغل الفارغة دي، العائد اللي بتلقاه منها شنو؟ طوالي بيحسبوها بنظرة مادية. وهي دي إشكالية، الفنون ما إلا تديك عائد مادي يعني، رغم أنه المبدع محتاج للمادة. لكن أنا بعتقد أنه نحن نظرتنا للإبداع ونظرتنا للفنون نحن كمجتمع فيها شوية من التقصير يعني، نحن محتاج لمعالجة هذه الأشياء. والآن المجتمع السوداني نظرته للمبدع ونظرته للفنان ونظرته للدرامي ونظرته للشاعر بدأت تتغير يعني، ودي بشارة خير يعني. أنا بقول لك يعني والمسألة هي ما علاج بين يوم وليلة، هي محتاجة لعمل كبير ومحتاجة لصحفيين كثيرين عشان يناقشوا مثل هذه الأشياء يعني. خلينا نتكلم برضو عن الأدوار التكاملية اللي بتقول، أنت ذكرت النقطة ولا هي نظرة المجتمع للعاملين في مجال الفنون والثقافة باعتبار أنه عمل ترفيهي، أو حتى المسؤولين والناشرين بيعتبروا أنه هو ده تصنيف، جزء من التصنيف، ملف الثقافة، ملف الأدب، ملف الفنون، زيه زي أي ملف، زيه زي ملف الجريمة في الجريدة، زيه زي الملف الاقتصادي باعتبار أنه الجريدة فيها تنوع فقط، لكن الاهتمام كبير. أيضا في دور آخر بيقع على مؤسسات الإعلام الأخرى شريكة في التعريف كالإذاعات ومحطات التلفزيون، الدور اللي بيقع على المستنيرين، الأدوار التكاملية دي وضرورة وحدتها والتكاتف لنهضة الفنون بصورة عامة، لأنه مستوى النقد إذا تساوى مع مستوى المنتوج الإبداعي أعتقد نحن نتخطى كثير من الخلافات. مثلا أن الفنون تجمع ما اختلف عليها للسياسة، يعني ممكن يزول يكون عنده حزب وعنده حزب لكن يتفقوا في فنان واحد، ودي أهم حاجة في الفنون طبعا يا نزار، لأنه الفنون تساهم في رتق النسيج الاجتماعي. الفنون تساهم في نبز العنصرية يعني. الآن أنا أستمع أو صديق جدا الفنان الجميل عمر إحساس، هو من أقصى القرب، وأسمع أيضا لفناني الطنبور من أقصى الشمال، وأسمع للفنانين الكسلاويين. لو ما الفنون أنا ما بقدر أعرف الثقافات دي يعني. إذن الفنون دورها في المجتمع دور كبير، وهي يعني احنا السودانيين فرقتهم السياسة، لكن ممكن تجمعهم الفنون لو نظرنا لها النظرة الصحيحة، ولو قدمناها بالشكل الصحيح، ولو غيرنا مفهومنا تجاه الفنان انه الفنان ده راقي، والفنان انسان مبدع يعني. الفنان ما بقدم فارغة، الفنان بيقدم فنون وبقدم عمل جميل. لو نحن نظرتنا تغيرت تجاه هذا المفهوم،
المفهوم الخاطئ للفنان وللمبدع. صدقني الفنون ممكن تساهم في ما عجزت عنه السياسة. يعني الآن أستاذ محمد الدول تتحدث عن السياحة الأدبية والسياحة الفنية، مثلا أن يكون مثلا منزل الطيب صالح في أقصى شمال السودان مزارا أدبيا وإيو يشوفوا الناس البيئة اللي كان بيكتفيها طيب صالح، أن يزور الناس البيئة التي خرجت حافظ عبد الرحمن، أن يزوروا موطن عبد القادر سالم، أن ينظروا كيف كان ينظم عبد الكريم الكابلي أغنياته. تكلم برضو عن السياحة الفنية وضرورة أن السياحة الفنية دي ممكن تكون دخل للدولة زيها وزي الزراعة زيها وزي أي منتج بيجيب عملة صعبة للبلد، لكن من خلال الدور اللي بقى عليكم أنتوا للتعريف بما يمكن أن تقوم به والفنون، وتجيب ممكن برضو الفنون دي ما شغلة يعني فاضي وما بتدخل قروش وما سيك زمن سعيد، فبرضو ده دور بيقع عليكم أنتوا أنه تعرفوا بأهمية الفنون بالنسبة سواء كان بالنسبة للمسؤولين في الدولة أو حتى بالنسبة لعامة الشعب السوداني. أي يا أستاذ نزار، أنت طبعا كأنك حصرت الدور التكاملي نحن بقيت تحدثنا عنه، الدور التكاملي بين كل الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الإعلامية. يعني ما الصحافة الفنية براها ممكن هي تعكس الجانب الفني للمجتمع أو الجانب الفني، أنا قصدت بالصحافة الفنية بصفتها الأكثر تخصصية، أكثر يعني تخصصية، لكن هو نحن مفروض يكون دورنا مع القنوات مع الإذاعات وما مقصرين طبعا، لكن زي ما قلت لك نحن دائما محتاجين شغل كثير، محتاجين تنوير أكثر، محتاجين تثقيف بدور الفنان بدور المبدع. نحن يا نزار الصيف الآن في مجتمعنا أكثر فئة ممكن تكون مظلومة المبدعين، يعني الواحد ممكن يمرض حتى الناس بعدك تتذكر إنه في فنان عيان، وده ظلم للمبدع. يلا نحن عشان نعكس ثقافة مجتمعنا الفنية، نحن مجتمع قدم الطيب صالح، المجتمع ما سهل يعني، مجتمع قدم بروفيسور عبد الله الطيب ومبدعين ومبدعين في كل المجالات، نحن مجتمع ذاخر بالفنون وزاخر بالقيم الإنسانية وزاخر بكل ما تملك هذه الكلمة من إبداع. نحن المجتمع السوداني ده موجود فيه مبدعين، لذلك تكامل الأدوار، وما أتكلم عن الإعلامية فقط، تكامل الدور الرسمي الشعبي الإعلامي كله مع بعض عشان نقدر نخدم الفنون. جميل. خلينا نشوف سؤال أخير، وهو أنت متابع لحركة المنتديات الثقافية في السودان، هل فعلا المنتديات الثقافية دي والفنية قاعد تقوم بدورها الفعلي والحقيقي، وهل قاعد تقدم إسهام فعلا في جانب الثقافة والفنون؟ والله أنا ما بقدر أقول لك كل المنتديات هي قاعد تقدم عمل قيم، لكن في بعض منها قاعد تقدم معلومة، قاعد تقدم فن، قاعد تقدم ثقافة. إذا سألتني عن فيما يخصني في منتدى مكي، منتدى مكي الثقافي، فنحن حريصين إنه منتدانا ما يكون ليلة غنائية، حريصين إنه منتدانا يقدم موسيقى ويقدم غنى ويقدم معلومة. حتى نحن من ضمن فقراتنا عندنا فقرة طبية، عندنا فقرة بتاع التنمية البشرية، يعني الرواد المنتدى لما يجوا لازم يطلعوا بمعلومات ولازم يطلعوا بطرب ولازم يطلعوا بفن. كتر خيرك، نحن كمان طلعنا منك بكثير من المعلومات. الإعلامي والكاتب الصحفي محمد البحاري، نورتنا وشرفتنا في ظلال أصيل. والله أنتم منورين وأنا سعيد بهذه الإطلالة، وأتمنى أن ألتقي بمشاهدي قناة الشروق في إطلالات أخرى إن شاء الله. شكرا، كتر خيرك.